المهنة هذه هي تنظيف السكاكين، معناها أكثر شيء في العيد، والحجرة هذه نجيبوها من وديان، معناها زي ولد الجلتة في مدنين، نسقلوها ندوروها وبعتالي تدور هذيك وتركب في الهيكل نتاعها هذا ونبدا نمضوا بها. الناس كل مضى بها تكون القطاع نتاعها تكون حادة وماضية باش العلوش ما يتعبش. هذا خديمة من نجار، وباش العلوش وقت الذبح ما يبقاش يحس بالآلام، باش ينذبح ذبحة واحدة جرة برك ويذبح، يقول الله أكبر ويتعدي. هذا من العام لعام يجي فيه، ما خاطر يبقى ديما تاع ذبح تاع العيد. الفترة نتاع العيد هذه يحبس كل شيء الآخر. الفترة هذه نتاع 15 يوم ما تخدم كان السكين والسطورة، والسطورة ما كل يخدم في الشارع، لأن ما عادش يفضى باش يخدم، لأن يطلع الرحام الصباح يقعد كان المغرب قبل عيد النهار عادش نقبله، لأن السلعة نتاع ناس بايتة عندنا ومغدو صباح عيد لازم نعطوا معين الناس ما عادش نقبله. نعرف في الشارع هذا من عام 55 ولد يخلط بالحمص هذا ويجي نعاون فيه ونمشي نقرا، وبعد تالي تخلى هو على الخدمه شديت نظفته خدمت معاه مده، وبعد تالي والله هو تخلى على الخدمه شديت. عاد هذه قديمه ياسر اكثر من 150 عام في الشارع حدد هنا بالنسبه لي 60 جيت هذه. برشا ناس لهنا مازالت تشد في الاسلوب التقليدي وما حبتش تمشي للماكينات نقولوا جديده الحديد المال، ما حبتش تمشي لهذيك. علاش؟ خاطر المال يضعف الحديد، السخانه نتاع يضعف الحديد، هذه حجره طبيعيه بالماء ما تضعفش الحديد تخليه ديما قوي. احنا حافظنا على هذايا بحكم حتى في المنظر، حتى الحريف الشيخ عليه يبقى يتفرج. السكينه تو هذه وقت نرفعها نطحنها بالماء، اذا تخليها انكر لربع ساعه تصدي. احنا من مين غطسوها في الجير باش تبقى بيضاء ديما ما تصديش نهائي. السر نتاع الجير هكا مش ما تصديش هذه فقط. تنظف القطعة 15% بالنسبة للسكين، والساطور 3000 2500 هما والليطام تاعها فهمتني.